في الحقيقة بغينا نتحدثوا على المرحلة اللي السيدة كتدوز من الولادة الطبيعية وكتفاجئ بالعملية القيصرية في آخر لحظة، شنو التأثير النفسي اللي كتعيشه السيدة في هذه الحالة؟ غادي نهضر على حالات اللي هما فعلا كيوصلوا لعند الاخصائيين النفسانيين، ولكن الاكثريه الحالات ما كيكونش واحد المواكبه نفسيه من بعد. وهنا يعني دور ديال الطبيب ايضا، لان كيكون قريب من هذيك السيده وهو اللي لازم انه ينتبه لهذاك داكشي كامل اللي ممكن انها تعيشه نفسانيا، وبالتالي انه يوجه، لان العائله حتى الاسره الزوج يعني كيكونوا كيتسمعوا لذاك الطبيب، ولا قال هو هذيك الكلمه ان كنظن انها محتاجه الاخصائي النفساني، ممكن انه نقضوا بزاف ديال الحوايج. هي المراه اخت صفية بلا حتى شي تعقيد من بعد الولاده ممكن انها تجيها واحد الحاله اللي فيها شويه اكتئاب، وشويه ومن بعد كدوز داك الحاله الا ما كانتش مرضيه او ما كانوش واحد العوامل اللي غيخليوها تكون مرضيه. يعني من بعد الولاده كاين حوايج كثارين اللي كيطلعوا في المراه نفسانيين من الداخل، فما بالك ملي كيكونوا تعقيدات. الا كانت المراه اصلا عاشت هذاك التعقيد اللي كيوقع كصدمه ممكن يكونوا دي ديموراجي، ياك دكتوره بسمة، ممكن بزاف ديال الحوايج، ممكن على غفله ان يعني الولاده كتكون طبيعيه وعلى غفله خاص يدوزوا العمليه القيصريه والوقت ما كاينش، فهنا يمكن انها تعيشها كصدمه باي معنى، بالمعنى ديال انه كتشوف امامها الموت او شنو ممكن انه يوقع، كتشوف امامها هذاك الوليد ولا هذاك النساء اللي غادي يخرج، ممكن انها في واحد الفتره اللي هي وجيزه جدا انها تخيل اشياء كثيره. وهنا الخطر ماشي غير على النفسيه، حتى على الجسد. اطباء التوليد كلهم تيعرفوا ان ممكن ارتفاع ديال الضغط الدموي في اي لحظه ممكن انه يوقع، فما بالك الا كان شي حاجه او لا. وهنا الجانب النفسي، غادي نرجع نهضر كاختصاصيه في اضطرابات النفس الجسديه وكيفاش ان الجسم ديالنا تيتاثر بالضغوطات اللي كنعيشوها، وحتى في واحد اللحظه الا كان فيها واحد الضغط نفسي اللي هو كبير ممكن انه ياثرنا على الضغط الدموي والارتفاع ديالو. فبالتالي وحنا كنهضروا ان الولاده القيصريه، الولاده الطبيعيه فيها الخطر، ولكن حتى الولاده القيصريه بمعنى ان النسبه ديال الخطر اللي هي 0% اللي كيقلبوا عليها النساء ما كايناش. بالتالي ما كايناش ماشي غير في الولاده، في اي شيء صغير او كبير كنديروه في حياتنا اليوميه. بمعنى كل ما تقبلات المراه خلال الفتره ديال الحمل او قبل حتى ما تحمل ان داك نسبه الخطر كاينه في الحياه اون جينيرال، كتكون مرتاحه هي. وبالتالي حتى لو وقعت شي حاجه لا قدر الله والطبيب غادي يعرف شنو غادي يدير في ديك اللحظه، نفسيتها كتقبلها اكثر. لان بزاف النساء شنو كيديروا؟ كيديروا واحد الصوره مثاليه على الولاده وعلى، وبالتالي ملي كتوقع شي حاجه كيكون العقل ديالهم والنفسيه ديالهم صعيب عليهم انها تهضمها لداخل وتقبلها، فبالتالي داك الصدمه كتبعهم. وما ننساش هنا نقول الدور ديال الاسره. كاين نساء اللي كيجيو عندي اللي عاشوا الولاده بوحدهم، الرجل مسافر ولا بالنسبه ليلو ماشي ولا بدا يحضر، من بعد ما تدوز هذيك المرحله دابا يجي، او لا كتكون المراه دخلات انها تولد سواء ولاده طبيعيه او لا في العمليه، وهي مدبزه مع العائله ديال الراجل، وهي فين غادي نديروا الاسبوع، واش هنا واش هنا، وعلى من غنعرضوا، وشحال اللي خصنا نوجدوا. وبالتالي الطاقه ديالها وداك الشيء كامل اللي خصها انها تكون هي موجهه نفسيتها كتضيعوا في اشياء اخرى، وكتعيش واحد الصراع داخلي اللي هو حاد ومؤلم بزاف، وبالتالي الجسم ما يمكنلوش يهرب من هذا الشيء، صعيب.